ولا تمدن عينيك وبه إلى ما متعنا به أزواج أي أصناف من زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأرقى، وأمر أهلك بالصلاح واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، مش من الناس الرزق. عاش حياته مجاهدا وداعيا إلى الحق، وخلال 10 سنوات من عمره الحافل بالإنجاز تخرج على يديه الحافظ لكتاب الله والفارس في ميدان الخطابة والشجاع في ساحة المعركة. حياة المزوحة حتى لقى الوهي لكل همزة اللمزة، وهي وادي في جهنم لمن يهمزون الناس في حضورها أو عند غيابها أو عند خروجهم من المجلس، والهمزة أن يعيب الرجل صاحبه. إنه الشهيد معاذ محمد الرعوي، كان سنبلة ولدت من صميم جبال الربادي بمديرية جبلة بمحافظة إب، ومثلت حياته التي قضى منها 10 سنوات في قرية القدام بمريس بمحافظة الضالع مدرسة في التضحية والكفاح. صار الحوثيين التي جعلت مقاومة داعش تنتصر في كل الجبهات، هذه الشفرة أرسلت إلى جميع الجبهات في كل محافظات الجمهورية، ليعلم الحوافيش في الضالع بالذات أنهم في طريقهم للانهيار إن لم ينهروا اليوم بإذن الله عز وجل. جاء إلى المنطقة داعيا إلى الحق، مجاهدا من أجل قيم الحرية والعدالة والعيش الكريم، فكان الأول في ساحة الثورة السباق في ميادين العمل والدعوة والتربية. وحين بغت عصابة الشر ومسيرة الكهنوت الإمامية الحوثية على اليمن وعلى منطقة مريس، انتفض معاذ مارد أبي شرس وتقدم صفوف الأحرار ضمن قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني. وكل الناس تعرف بالذي أعرف بأن يداك يا نص الطريق اليوم خائنة فلا تنكر ولا تحزن. أنا أعرف بأن كرامة الأجداد في أرواحهم دفنت، وأن جهامة الأبطال في تاريخهم محيت، وأن نقاطكم وجيوبكم وقلوبكم يا معشر الأنذار تهوى السيد المشرف، فلا تنكر ولا تحزن. أنا أعرف بأن جناد أبطال المقاومة الأبية في مريس العز قادرة على أن تحسم الموقف وأن تكتس باطلكم وخائنكم وسارقكم وريشتكم إلى ما أنظرنا يا رصوص الخط أنسبها وعيني بعد من فطرت. بين السبورة والقلم وبين المنبر وحلقات التعليم وفي مواقع الشرف والبطولة قضى معاذ معظم أيام حياته التي توجت بالشهادة مؤخرا، وهي أغلى ما كان يبحث عنه بل ويشتاق إليه. فوز المريسي، قناة سهيل، الضالع.